أنا صراحة أكو موضوع جدا حيرني، يعني أنت تزوجتي وعمرك 13 سنة قاصر، كيف الأهل وافقوا؟ ما وافقوا، ما بواقع الحال ما وافقوا اطلاقا، يعني ما وافقوا وهم من كتلة كتلة محترمة. اي والله اي والله، انا وايد انضرب بالمسلسلات وبالواقع. زين زين يعني شو يسموها، شو اسمه، حيط ناصي، ما ادري شنو يسموها زين بالحياة. يعني طبعا ايضا انه بعدك صغيرة، حياة وشون نصيص. حيط نصيص، وشون مثلا انت يعني تاخذين انسان مرتبط وعنده ما شاء الله عنده 5 اولاد، يعني واني عندي ولدي من يعني 7 اولاد صاروا، فالله ينطي طولة العمر. طبعا انا ما احسد، فما يقبلون، بس هو حبني شلون اقنعتيهم؟ وانا هو حبني، قال لهم شلون ارميكم من فوق جوا زين قامت تطوني. انت كان عمرك 13 سنه، هو ايش قلت كان عمره بداخل الوقت؟ لا هو اني مو 13، يعني اكثر، بس من جبت ابني ثائر تقريبا 15 سنه صار عمري، يعني لانه تعرف زواج زين وراسا حملت والى اخره، فهو اكبر مني ايش بواقع قد يعني الحال. كان عمره؟ الله ينطي طولة العمر، ما اقدر اقول ايش قد عمره، بس هو اكبر مني. اكبر من عمر سمعت بتقريبا 18 سنه. لا لا شوي اقل، شوي شوي 17 سنه. لا شوي شوي، لا الله ينطي طولة العمر، بعد شو حرام. تحبي؟ العمر هو رقم احترمه مو احبه، لو احبه كان انتهى بقيت الحب، وياه. حب المرأة او الزوج انتهى صار. طبعا طبعا احنا وصلنا الى طريق مسدود، يعني بس يبقى ابو اولادي احترمه، اقدر اسال عنه من يتمرض، مثلا بيني وبين الاولاد، مثلا اولاده من اسافر لاولادي يدزوا له هدايا مثلا، او هو مثلا من يدز لاولادي، يعني انا اكون بالصوره، ويسال عني الرجل ويحترمني شكرا ويقدرني. لصراحتك، طبعا انت صراحه صريحه جدا. نجاتي في الصدق.